أصدر عدد من مدربي ورموز الكرة بنادي الزمالك بيانا نأذن فيه بشدة التصريحات التي صدرت من البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك ضد النادي ورئيس مجلس إدارته مرتضى منصور، مشددين على مطالبتهم برحيله بسبب تجاوزاته في حق الزمالك وفريقه. وأكد البيان أن مرتضى منصور يوفر الدعم والمساندة لجميع الأجهزة الفنية واللاعبين ويسعى لتوفير مناخ مناسب لتحقيق البطولات، وما ذكره المدير الفني عار تماما عن الصحة، مطالبين بضرورة رحيله عن القلعة البيضاء.